الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول الاتصال تطورات الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. خلال الاتصال أكد شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لا سيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. دوت سفارات الإنذار في مدينة سيدرات وبلدة أخرى في غلاف غزة، يأتي هذا فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منطقة سكنية في الزرقاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن 5 شهداء على الأقل وإصابة العشرات. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مناطق برفح ومخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن شهداء ومصابين. قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة جيمي ماكدوريك إن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة بقطاع غزة، وذلك بسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة. شدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على ضرورة إيجاد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات المياه في المناطق التي يتكدس فيها الفلسطينيون في الوقت الحالي. وصل المستوطنون الإسرائيليون الاعتداء على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن المستوطنين أشعلوا النار في المركبات الفلسطينية في منطقة السهل بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وكان المئات من المستوطنين قد هاجموا بالأسلحة النارية قرية المغير وقتلوا شابا وأصابوا نحو 20 آخرين وأحرقوا منازل وممتلكات. تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف عدة نقاط مراقبة وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، ما أسفر عن إصابات مباشرة. كما أعلن حزب الله قصف تلة الكارانتينا في الجليل الأعلى بالأسلحة المدفعية. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتوقع أن يكون الهجوم الإيراني وشيكا. وأضاف بايدن أن طهران لن تنجح إذا قررت استخدام القوة ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إسرائيل والدفاع عنها. أكد رئيس مجلس السيادة اللبناني عبد الفتاح البرهان عدم استعداده للتفاوض مع قوات الدعم السريع طالما استمرت الحرب. وشدد مجلس السيادة السوداني في كلمة له خلال زيارته لمنطقة أم درمان العسكرية على التزامه بمنبر جدة وعلى ضرورة تنفيذ الالتزامات بموجبه.